ابننا الكريم مشاهدينا الاعزاء في كل مكان، هنا انطلاقه وتواصل اخر في انطلاقات هذا المساء. شوطنا الذي يسير هو الشوط التاسع في انطلاقات المساء، الشوط التاسع مخصص للابكار في هذه الانطلاقه وهذه المنافسه بين هذه الشعارات المختلفه. أسير إلى المركز الأول أيها الحفل الكريم مشاهدينا الأعزاء، ومقدمة الشوط في هذه اللحظات الكاسبية تتقدم لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان إبراهيم سعيد مكتوم، ولكن ينخطف المركز الأول، ينخطف من خلال هذه اللحظات واللي خطفت المركز الأول مياسة لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. عملية تضميرها تعود إلى سعيد بن سالم الينيبي، أما المركز الثاني وصلت فيه دفرة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. يأتي سعيد بن راشد بن حمد بن غدير في عملية التضمير والتدريب النقلة مباشرة إلى المركز الثالث، وفي المركز الثالث الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. يضمر الشاهينية سيف بن عمير العميمي من ينطلق يحتل المركز الثالث. المركز الرابع تصل فيه شوامخ لهجن العاصفة تحتل المركز الرابع، يضمر شوامخ الواثق حمد بن راشد بن غدير والمركز الخامس. ننتقل مباشرة إلى المركز الخامس، إلى الكورة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، وسعيد بن عبيد الحميري من يتولى عملية التضمير والتدريب. المركز السادس هجن العاصفة تنضم إلى هذا الركب والمقدمة، وها هي سلهودة تحتل المركز السادس في الحفل الكريم. المضمر حمد بن راشد بن غدير احتلت المركز الخامس في هذه اللحظة. نشوف المركز الخامس الآخر المتقدم، الله يا الشاهينية واصلة لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد بن سعيد مكتوم. حمد بن ضعيف بن غدير في عملية التضمير والتدريب، المركز السادس الكورة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد سعيد مكتوب. المضمر والمتابع سعيد بن عبيد الحميري، ولكن وصلت مياسة لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن رايد المكتوم. في المركز السابع يضمرها مسري بن سالم بالعرضي الحميري، والمركز الثامن، المركز الثامن اللي وصلت الان مشاهدينا الاعزاء مختارة احتلت المركز الثامن لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم. عملية تضميرها وتدريبها تعود إلى عتيج بن سالم بالعرضي الحميري يحتل المركز الثامن في هذه اللحظة. أما المركز التاسع تتواجد في سرابة لهجن العاصفة المضمر حمد بن راشد بن غدير، والمركز العاشر هنا تقدمت هملولة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، عملية التضمير لمحمد بن يمعة بالدبيلة. هكذا هي النتيجة مشاهدينا الأعزاء في تلاقي هذا الشوط في منافسة هذه اللحظة المميزة الجميلة والمسائية اللي هي لسن اللقاية. نعود بحضراتكم إلى البداية وإلى مشوار الناموس، مشوار التحدي ومشوار منافسات بين هذه الشعارات، ولكن نعود إلى البداية هلولة العودة إلى منطقة الأمان، ولا زالت دفرة مسيطرة، دفرة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم تنتزع اللقاء وتنتزع هذه اللحظات، ولكن هناك مياسة تحاول محاولات جادة بانتزاع المركز الأول بين المياسة وبين دفرة، ولكن مياسة لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم مع المضمر مسري بن سالم بالعرطي الحميري في احتياطي مع وجود مياسة على المركز الأول، بينما دفرة تحتل المركز الثاني لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة المحنك سعيد بن راشد بن حمد بن غدير. والمركز الثالث نشوف مختارة واصلة مختارة لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، العتيج بن سالم العرضي الحميري، ولكن سلهودة من الجانب الآخر هناك وصلت شوامخ لهجن العاصفة تحتل المركز الثالث في هذه اللحظة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن غدير. يوفن السبق ولا خلف نعم بالواثق وتضميره. أما المركز الرابع هناك والمركز الخامس الهودة لهجن العاصفة المضمر حمد بن راشد بن غدير. المركز السادس ننتقل مباشرة إلى الكورة سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، ولكن أشوف السرابة خطفة المركز السادس في هذه اللحظات بقوة التحدي وبقوة شعار هجن العاصفة مع الواثق حمد بن راشد بن غدير. الكورة في المركز السابع لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان
الحسن بن راشد بن سعيد مكتوم وسعيد بن عبيد الحميري في التضمير. المركز الثامن اللي اسمه شيخ مكتوم بن محمد بن راشد بن سعيد مكتوم الشاهينية بقيادة حمد بن ضعيف بن غدير يحتل المركز الثامن. هكذا هي النتيجة يا الحبل الكريم. نعود إلى البداية، نعود إلى لحظات النهاية لمجريات هذا الشوط، ولكن نعود إلى البداية نشاهد هذه المجموعة، هذا الكم وهذا الكيف من الأسماء المراقبة لناموس الشوط، ولكن 1200 على خط النهاية. واستعدوا يا مضمرين الاستعداد المبكر لنهاية هذا الشوط، ولكن لا زالت على المركز الأول هناك في هذه اللحظات كما نشاهد الصورة أمام مشاهدينا الاعزاء. تجمع تقريبا 6 من الابكار اللقايه في موقع تنافسي جميل، في موقع تحدي واثاره، ولكن شعار هجن العاصفه يتسلل يتغلغل نحو صداره هذا الشوط بقوه التحدي وبقوه الاسماء. ولكن ارى واشاهد في هذه اللحظه، الله يا مياسه 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 لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد ال مكتوم، عنوان المنافسات الكبيره، عنوان التحديات المميزه. هناك مياسه بقياده مسري بن سالم بالعرطي الحميري، الله الله الله، ثنائي الهجن العاصفه بقياده الواثق حمد بن راشد بن غدير مع وجود سلهوده ومع شوامخ وسرابه، سرابه وشوامخ، ولكن مياسه مياسه لا زالت مياسه وسرابه تتسرب. ولكن هناك الجانب الاخر، الله يا شوامخ، الله يا شوامخ، الله يا طريق الشموخ، يا طريق العلو، يا طريق المنافسه القويه. هنا انطلقت شوامخ الهجن العاصفه، انجازات تلو إنجازات، إضافة على إضافة في كل المحافل وكل المجتمعات. وهنا تنطلق هجن العاصفة بالفوز والانتصار. شوامخ إذن على المركز الأول مشاهدين الأعزاء لهجن العاصفة، لهجن العاصفة انطلقت سارت وانطلقت بكل قوة وبكل تحدي هنا في هذه اللحظة المسائية. تهانينا لهجن العاصفة على الفوز والانتصار وحصد النواميس. المركز الثاني سرابة لهجن العاصفة، مياسه في المركز الثالث اسمه شيخ راشد حمدان بن رايد المكتوم، رابعا هنا تصل دفره لسمو شيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم، مختار احتلت المركز الخامس لسمو شيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم. هكذا كانت النتيجه يا الحبل الكريم. نعود الى التوقيت الزمني، الى لحظات الوصول والى لحظات التحدي في منافسه هذا الشوط وهذا اللقاء هنا. التوقيت الزمني 7 دقائق مشاهدينا الاعزاء في لحظات التحدي و45 ثانيه وخمسه من الاجزاء من الثواني تانينا، والناموس لهجن العاصفه والى الواثق حمد بن راشد بن غدير على فوز شوامخ بالمركز الاول. المركز الثاني سرابه 7 دقائق 47 ثانيه جزئين من الثاني ثاني لهجن العاصفه والى الواثق حمد بن راشد بن غدير. فيما المركز الثالث ايها الحبل الكريم مشاهدينا الاعزاء، كان الوصول من خلال هذه اللحظات 7 دقائق 47 ثانية وخمسة أجزاء من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن رايد المكتوم، أو 6 ثواني 6 أجزاء من الثانية. تهانينا كذلك للمضمر مسري بسالب عرطي الحميري على فوز مياسة بالمركز الثالث.